واحد صاحبي اسمه بيكو اقترح عليا في بداية كل فيديو اعمل فقرة كده عن تاريخ الاكلة اللي انا بعمل عنها ريفيو. الريفيو بتاع النهاردة عن البيتزا. البيتزا اصلها في دول شرق البحر الابيض المتوسط زي اليونان وتركيا، كانوا بيعملوا ايه؟ يجيبوا العجينة ويحطوا عليها شوية لحم وخضروات وخلاص على كده. الجنود الايطاليين قاموا واخدين الفكرة دي وطبقوها عندهم في ايطاليا، بس ضافوا عليها صلصة الطماطم والموتزاريلا. بعد كده المهاجرين الايطاليين لما راحوا امريكا نشروا بقى الفكرة دي هناك، وبقت البيتزا بتتباع في الاحياء الايطالية في امريكا، ومدينة نابولي اللي هي ثالث اكبر مدينة في ايطاليا تعتبر هي مركز البيتزا الرئيسي في العالم. كده بقى النبذة التاريخية خلصت، نخش بقى في الاكل والاغواص والحاجات الحلوة دي. يلا. طلب مني ان انا اعمل فيديو عن بابا جونز وفيديو عن بريموس، فقلت لا انا احط الاثنين في مقارنه ونشوف مين فيهم الاحلى. بصراحه كنت عايز ادخل بيتزا هات في المقارنه دي، بس ما لقيتش عندهم نوع من النوعين اللي انا جايبهم النهارده. الناس اللي ما تعرفش بريموس شايفين بابا جونز بقى يعني هيكتسح وهيعلم على بريموس. عايز اقول لكم لا، بريموس تقيل جدا، والناس اللي عارفين بريموس عارفين الكلام ده كويس قوي. هو اي نعم مش براند عالمي زي بابا جونز، بس يعني مطعم محترم جدا. البيتزا الايكونيك في بريموس هي السي رانش، وتقريبا ما فيش اتنين بيختلفوا عليها، لكن انا ما لقيتش السي رانش دي موجوده في بابا جونز، لقيت سي فود، وكلمتهم قالوا لي احنا ممكن نحط لك عليها صوص رانش، بس حسيت المقارنه كده مش هتبقى عادله قوي والموضوع هيبقى بايظ شويه، فجبت بيتزا لارج من كل واحد فيهم مقسومه نصين، نص تشيز لافرز ونص تشيكن رانش. فهنجرب بقى كده ونشوف النظام. وقبل ما نبدا اعملوا بقى لايك للفيديو واشتركوا في القناه ودوسوا على الجرس والحاجات الحلوه دي كلها. يلا بينا. البيتزا اللي على اليمين بابا جونز واللي على الشمال بريموز، يبان من الشكل ان حجم بابا جونز اكبر من بريموز، لكن انا قست الاتنين لقيت ان الزيادة عند بابا جونز في الاطراف بس مش اكتر من كده، والاضافات في بابا جونز تحس ان هي كل حاجة متقطعة صغير، الفراخ، الزيتون، الفلفل، الطماطم، كل ده، بعكس بريموز كل حاجة متقطعة بحجم اكبر. نبدأ بقى بابا جونز. بابا جونز هنا جايب لنا قرنين فلفل صغيرين، وبيبقى جاي معاه صوص فري، بتختار يا جارليك يا اما باربيكيو يا رانش، انا جبت الجارليك اهو. نبدا بقى باول حاجه التشيكن رانش اهي. التشيكن رانش دي تعتبر هي اقوى بيتزا في بابا جونز، زي ما السي رانش هي اقوى بيتزا في برينوس. البيتزا هنا هي عباره عن قطع فراخ وطماطم وفي قطع زيتون صغيره كده، وصوص الرانش مغرق البيتزا، والاطراف بتاعتها فاضيه، انا طالبها اوريجينال عادي مش سوفت كراست. السلايس هنا زي ما انتم شايفين هي رقيقه مش سميكه، وانا كنت طالبها كده، وهنا الاطراف هشه مش ناشفه. بسم الله. حلوه حلوه. عايز اقول لكم الناس اللي واقفين ورا الكاميرا بيتعذبوا دلوقتي. قطع الفراخ هنا لا هي كبيره ولا هي صغيره، هي متوسطه ومتسويه حلو، التتبيله بتاعتها كويسه، التتبيله بتاعتها برده هي خفيفه ما هياش تقيله قوي. صوص الرانش هنا مغرق البيتزا، يعني صوص الرانش ده يعني معروف قوي في بابا جونز، نوعها قويه جدا. هنا قطع الطماطم زي ما قلت لكم صغيره، الزيتون ما تحسش بطعم قوي في البيتزا. هندوب بقى الاطراف كده نشوف عامله ازاي. الاطراف لما تيجي تدوقها هي كريسبي شويه من بره ومن جوه طريه ما هياش ناشفه، فبصراحه يعني زي ما قلت لكم يعني هي البيتزا الايكونيك عندهم، فلا محترمه جدا. نشوف بقى تشيكن رانش في بريموس. بصوا اهي هنا السمك بتاع العجينه اكبر شويه من بابا جونز. هنا بقى بريموس مفيش اطراف على الجناب، قطع الفراخ كبيره يعني اكبر من بابا جونز، قطع الزيتون برضو اكبر، في فلفل هنا وانا مش شايف طماطم، او لا ممكن يبقى فيه قطع طماطم بس صغيره قوي، بابا جونز بتبقى اكبر، وصوص الرانش برضو مغرق البيتزا زي بابا جونز. نجرب بقى كده. بصوا العجينه هنا حلوه وطريه وكل حاجه، الفراخ هنا قطع كبيره اكبر من بابا جونز، والتتبيله بتاعتها باينه اكتر احلى، بس بصراحه صوص الرانش هنا مش احلى من بابا جونز، صوص الرانش بابا جونز بصراحه تحفه. هنا انت تحس برضو بطعم الزيتون اكتر والفلفل،
هنا لا الزيتون كان قطع صغيره فما انتش حاسس بطعمه قوي. فانا بالنسبه لي لا، انا بابا جونز في تشيكن رانش تكسب. عامه البيتزتين محترمين ومخدومين في الاتنين، بس قطع الفراخ هنا في بريموس تتبيلتها احلى من بابا جونز، لكن بابا جونز صوص الرانش فيه احلى بكتير من بريموس. كمان الاضافات اللي مع البيتزا تحس يعني طعمها باين شويه كده وانت بتاكل في بريموس، بابا جونز لا، تحس البيتزا بتاع بابا جونز قطع الفراخ فيها انت حاسس بطعمها وكل حاجه، بس صوص الرانش هو اللي طاغي على الطعم، يعني زي ما تقول هو الايه الماستر سين بتاع البيتزا. غير بريموس، بريموس لا انت بتحس بطعم الفراخ اكتر من الرانش. نجيب بقى كده الاتنين جنب بعض. التشيز ليفرز هنا في بابا جونز اسمها سيكس تشيز سلايس اي. يعني زي ما قلت لكم برضو السمك بتاعها رفيع جدا، الاطراف الكلام ده كله. هي هنا مكونه من 6 انواع جبن. ندوق بقى كده. ميكس الجبن هنا طعمه حلو كل حاجه، بس ما هوش تقيل، يعني هنا في 6 انواع جبن، انا كنت متوقع ان هيبقى فيه لهوصه جبنه كده، فبصراحه لا مش قد كده. نشوف بقى بريموس. بريموس بقى اهي. هنا مش عارف حاسسها مخدومه كده، يعني انا اللي انا شايفه تحت الجبنه هنا في زيتون وفي فلفل اخضر، بس هنا تحس ان في لغوصه جبنه، يعني اتمنى والله ان الدنيا تبقى كويسه. بسم الله. رغم ان هنا في بريموس 4 انواع جبن وهنا 6 انواع جبن في بابا جونز، بس في بريموس تحس بلغوصه الجبنه اللي بقولكوا عليها دي اكتر. هنا البيتزا مخدومه حلوه قوي والاضافات انت حاسس بطعمها. هنا برضو حاطين صوص بيتزا تحت الجبن دي كلها، فالبيتزا هنا لا حلوه، يعني في فرق واضح ما بين هنا وما بين هنا. فاللي يكسب في البيتزا دي بريموس، مع ان انا قلت ان هنا 4 انواع يعني ممكن ايه تفلت منهم، بس لا ظبطوها الصراحه. بالنسبة للسعر بابا جونز أغلى من بريموس، لكن بابا جونز كترها أكبر من بريموس، بس هو الجزء الزيادة ده هو الأطراف مش أكتر من كده، مش البيتزا نفسها، مش اللي هو الأطراف. لكن كسمك بيتزا بريموس أكبر بفرق واضح عن بابا جونز. طب نيجي بقى للطعم. التشيكن رانش بابا جونز هي أحلى من بريموس، عجبتني، بس خلي بالكوا يعني بريموس باين فيها طعم الفراخ، التتبيلة بتاعتها أحلى والفراخ حجمها أكبر والإضافات تحس بطعمها أكبر، يعني مخدومة أكتر. هو بس يعني زي ما تقولوا اللي فلت منهم صوص الرانش، صوص الرانش بصراحة هنا مش حلو زي بابا جونز، بعكس التشيز لوفرز في بريموس عجبتني أكتر بكتير من بابا جونز، بس بابا جونز تحس إن طعم الجبنة خفيف ما هوش تقيل، بعكس بريموس، بريموس بيتزا مخدومة حلوة قوي. كده كل واحد فيهم كسب في نوع، بس بريموس البيتزا ارخص ومخدومه اكتر من بابا جونز. كل واحد فيكم يكتب لي في الكومنتات عن تجربته في كل مطعم من المطعمين دول. متنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.